مزيد من الحوار مشاهدينا نبدأه مع ضيفنا الكريم عبر الهاتف، وهو دكتور طارق أبو هشيمة، مدير المؤشر العالمي للفتوى بدار الإفتاء المصرية. تحياتنا دكتور طارق. أهلا بحضرتك وأهلا بالسادة المشاهدين، أهلا بكم جميعا. كيف ترى أهمية المؤتمر هذا العام، خاصة أنه يطرح الكثير من الموضوعات الصعبة ولكنها أيضا آنية ومناسبة للكثير من التغيرات التي تمر بها المجتمعات المسلمة في العالم؟ هو خلينا نقول ان المؤتمر السنه دي جه في بيواجه تحدي مهم جدا بيواجه العالم، وهو انهيار الاخلاق. نعم. في ظل عالم يعني اصبح متسارعا بشيء في تطوراته وتقنياته الحديثه، وفي ظل صراعات موجوده احتدمت حول كل اشكال الحياه، سواء كانت مصادر الطاقه او المياه او الصراعات السياسيه والجيوسياسيه اللي موجوده ما بين الدول. ولعل فكرة الأخلاق وغيابها عن العالم بيحصل نكبات كبيرة جدا، كان لابد من مؤسسة الفتوى أن ترعى عبر الفتوى أهمية البناء الأخلاقي في هذا العالم المتسارع، لتعزيز الوعي والتفاهم العالمي بأهمية الفتوى الرشيدة في إرساء منظومة المبادئ والأفكار العالمية لتكون قائمة على الأخلاق والقيم الإنسانية المشتركة. كما أن المؤتمر في أهدافه يعزز دور المنظمات الدولية والإقليمية في تمكين الأخلاق والقيم الإنسانية وتنفيذها وإظهارها من خلال الفتوى. الفتوى كما تعلمون أنه منتج ديني، لكنه يعبر عن أو هو رجع الصدى لما يتم في المجتمع، فهو يعبر عن قضايا المجتمع تعبيرا دقيقا من خلال الأسئلة التي تطرح إلى المفتين، ومن خلال القضايا التي لابد أن تعالج. وفي ظل قضايا جديدة لابد أن يحدث تطور في عملية الإفتاء لإحداث ما يسمى التوازن بين السيادة الوطنية للدول والالتزام بالأخلاق الإنسانية القوية. نعم. كما أنه من خلال المؤتمر لابد على التركيز على إبراز الأرضية المشتركة للتعاون بين مؤسسات الفتوى والمنظمات الدولية. نعم. يعني أصبحت مؤسسات الفتوى لا تعمل بمعزل عن غيرها من المؤسسات الأخرى في المجتمع، لابد أن يكون هناك تكاتف لبناء منظومة الأخلاق في هذا العمل المتسارع. دكتور طارق أنت تشير إلى قاعدة ينطلق منها عمل هذا المؤتمر. نعم. هذه القاعدة كيف تستند إلى فكرة وضع أسس حقيقية لعملية الإفتاء ووضع الفتوى في فترة زمنية نحن نحياها؟ أشرت إليها أن الإيقاع فيها متسارع بشكل كبير، وهذا التسارع والتنوع أدى إلى أن الفتوى أصبحت بشكل كبير، عفوا فيما سأذكره، مشوهة عبر ملايين مما يكتب عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع التي تذكر فتاوى هي مغلوطة في أساسها، ورغبتها الحقيقية أو هدفها الحقيقي هو عملية التشويه للدين بشكل أو بآخر. كيف يمكن إرساء من خلال عمل هذا المؤتمر قاعدة حقيقية لعملية الإفتاء يستطيع الإنسان الاستناد إليها؟ خلينا نقول أن فكرة البناء الأخلاقي للمجتمعات من خلال عملية الفتوى ومن خلال عنصري عملية الإفتاء، لأن الفتوى يسبقها عمل المفتي، فلابد أن يكون المفتي على اطلاع دائم بأهم القضايا الموجودة في مجتمعه، اطلاع بهذه القضايا وأن يدرسها دراسة مهمة جدا وفق هذه الإشكاليات التي توجد في هذا المجتمع. كما أنه لابد أن يكون معد إعداد جيد المفتي، لم يعني فكرة الإعداد مش الإعداد فقط في العلوم الشرعية فقط بحسب، يعني لابد أن يؤهل في العلوم التجريبية والعلوم البينية وفكرة تغير مفهوم المعروف اللي موجود في القرآن حتى نستطيع أن نتواصل مع الأمم والدول الأخرى ونزيح الأفكار أو المصطلحات اللي بتهاجم الإسلام. فكرة أن الفتاوى المشوهة أو المشوشة أو التي نطلق عليها فتاوى شاذة انتشرت بصورة كبيرة جدا على وسائل التواصل الاجتماعي، فكان لابد من وضع ضوابط أخلاقية في المقام الأول. الضوابط الأخلاقية دي أهمها صناعة فتوى رشيدة تواجه هذه الفتاوى الغير منضبطة، لأن الفضاء الإلكتروني يتسع ويتسع ويتسع لمثل هذه الفتاوى، فلو لم توجد فتاوى رشيدة للرد على مثل هذه الفتاوى، فبالتالي احنا المحتوى الفجوة الرقمية بتزيد يوما بعد يوم.
فإحنا هدفنا إن إحنا نوقف هذا السيد من الفتاوى غير المنضبطة من جهة، تأهيل المفتين والعاملين في الحقل الإفتائي والديني من جهة أخرى، فكرة الاشتباك بين القضايا المفهوم القديم عن الإسلام، يعني مثلا على سبيل المثال لما رفضناه إن الإعلام الغربي بيحاول يصدر للرأي العام العالمي الفتاوى تعتبر فتاوى شاذة ولم يتم إطلاقها من مؤسسات رسمية منضبطة على أنها بتمثل الإسلام، فبالتالي بيشوه صورة الإسلام، فتظهر في الغرب يتنانى العداء للإسلام والمسلمين تحت ما يسمى بالإسلاموفوبيا. نعم طيب دكتور، يعني هو فكرة الفكر يحارب بالفكر، هذه هي نعم. طبيعة الأشياء كما اتفق عليها. كيف ونحن نتحدث الآن عن العالم الغربي وما تجلى في الأيام القليلة الماضية من فكرة أن هناك فكر شديد التطرف يحارب الأديان جميعا وليس الدين الإسلامي وحده. نعم. فلم تعد إسلاموفوبيا فقط، ولكن نعم. يمكن أن تكون دينوفوبيا، فكرة ضد نعم. الدين في مجمله. نعم. فكيف يمكن محاربة الفكر بالفكر في هذه المرحلة بما يتفق مع التقدم العلمي الشديد الذي وصلنا إليه؟ هو التحدي الكبير مواكبة التطورات الرقمية اللي موجودة حاليا. نعم. جاي وننضج لأنفسنا موضع قدم في هذه الساحة. نعم. لأن فكرة إن إحنا نعيش بمعزل عن هذا الفضاء الاجتماعي من خلال مثلا فتاوى غير رشيدة أو غير مواكبة للعصر أو غير مصاغة بالطريقة التي تصل إلى المتلقي بصورة صحيحة. يعني مثلا احنا عندنا في زي ما قلت لحضرتك ان فكره تنامي الاسلاموفوبيا بيتنامى معها في الاسلوب النظام ما يسمى بالتطرف الاسلامي. الموضوع تجاوز هذه المرحله، احنا تجاوزنا لفكره العداء للدين بالكليه وليس الدين الاسلامي. فكره جذب البشريه الى منطقه لا اخلاقيه لا ترتبط بعرف ولا ترتبط بدين، من تبعات هذه الممارسات غير الدينيه ان تقضي على السلاله البشريه بالكل بدعم قضايا يزج بيها زجا في الساحة العالمية وتفرض على أصحاب الأديان فرضا يعني، فبالتالي ده تحدي وجودي على فكرة تنامي نزعة ضد الأديان زي ما حضرتك تفضلت وقلت. إحنا النهاردة فصياغة خطاب ديني وخطاب إفتائي رشيد لابد أن يكون يمتاز بالمهارة اللي تؤهله إن هو يواكب مثل هذه القضايا ويتواجد على الساحة الدولية ويزيح هذا الغص أو هذا القبض من الساحة الدولية. طيب يعني إحنا بنتحدث في دورة هي دورة تاسعة المقامة حاليا لهذا المؤتمر عبر 8 دورات سابقة، من وجهة نظرك ما الذي تم تصحيحه والاستفادة منه من هذا المؤتمر؟ أولا في البداية أنا دعيني أشكر الأزهر الشريف ببيانه الشديد الرافض لمثل هذه الممارسات التي تمت في افتتاح أولمبياد باريس. نعم. وأشكر وزارة الأوقاف التي أدانت بشدة، وأشكر دار الإفتاء التي أدانت بشدة، وأشكر الكنيسة المصرية التي أدانت بشدة، وهذا يؤكد على أن الأديان والأنبياء جميعا مكانتهم محفوظة ومصانة ومحترمة عند كل أصحاب الأديان، والتطاول على سيدنا عيسى وتطاول على كل الأديان، لأن الأنبياء جميعا جاءوا بمشكات واحدة وفي مطار واحد، وإن المؤسسة الدينية بالكامل في مصر أدانت مثل هذا الأمر، والمؤسسات العالمية حتى الكنائس العالمية أدانت مثل هذا الأمر، وكان النتيجة إيه؟ إن تم سحب حذف الفيديو والاعتذار. ده يؤكد أن الجميع على المسار الصحيح. قديما كان المعالجة إحنا كنا سايبين الساحة للتنظيمات المتطرفة بتعبر عن الرأي ده فبيتم التعبير عنه بالعنف العنف، لكن الوسائل السلمية والخطاب الرشيد والإدانة المصحوبة بالعلم كانت نتائجها ملموسة ولمسناها. في خلال يوم واحد تم حذف الفيديو وتم الاعتبار. ده بقى بيحتم على أن المؤسسات ليست قاصرة على دولة بعينها، ولذلك ده يعظم أهمية كيان مصري اسم الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، منبثق من دار الإفتاء، يوحد كلمة المفتين على مستوى العالم والمؤسسات الإفتاء على مستوى العالم لكي يوحد الخطاب. وده من أهم الخطوات اللي تمت خلال 10 سنوات الماضية، فكرة خلق كيان يستطيع أن يكون مظلة للمؤسسات الفتوى في العالم، يكون خطاب واحد، كل رسالة واحدة موجهة ضد أفكار تنال من الدين أو تنال من صورة الدين، سواء كانت موجهة من خارج الدين لهدم هذا الدين، أو كانت سواء مصاغة بشكل متطرف يشوه الدين من داخل هذا الدين. تسعى من خلال هذا لفكرة ليس فقط إخراج مفتين
على قدرة عالية من التأهيل فقط، بل تقوم بإعدادهم وتأهيلهم وتعليمهم ليواكبوا التطورات الموجودة في العصر. ده بالطبع ده المطلوب في الحقيقة. طيب في هذه الفترة أيضا يناقش المؤتمر فكرة الذكاء الاصطناعي والتطور التقني الكبير الذي وصل إليه العالم وكيفية الاستفادة منه. كيف ترى هذا المحور على وجه التحديد؟ محور الذكاء الاصطناعي كما جاء في صياغة اسم أو عنوان المؤتمر إن احنا في عالم متسارع، فكرة التغيرات التي تحدث في الذكاء الاصطناعي تجعلنا جميعا نلهز كما يقولون حول تطوراته، لأنه لم يقف، لأنه في تماس بين هذه التطورات وكافة أشكال العلوم. الذكاء الاصطناعي دخل في إجراء العمليات الجراحية وفي الأطفال وخلافه، دخل في العلوم وتشكيل العلوم. فكرة في ظل وجود تطبيقات الذكاء الاصطناعي، كل عمل من صناعة البصر يحمله في بين طياته الخير والشر. فالإسلام أمرنا بأن احنا يعني نواكب هذه التطورات ونتفاعل معها ونعظم الاستفادة منها، لكن لابد أن نلتفت إلى مدار هذه الأمور، لأن دايما زي التشبيه المشهور السكينة بتقطع التورتة وبيقتل وإنسان يقتل بها إنسان آخر. هكذا الذكاء الاصطناعي فكرة في ظل وجوده في أصبحت الملكية الفكرية في غير مأمن، في وجوده أصبح محاولة لإلغاء الدور من أدوار الإنسان على سبيل الآلة، وده طبعا فأصبحت الآلة هتحل محل الإنسان. في ظل الموجود ده بيحتم على القائمين والعاملين في مجالات العلوم الفكرية والاجتماعية وخلافه إن هم يحاولوا إن هم يعظموا الاستفادة مع وجود الإنسان اللي هو العنصر الموجود اللي كرمه ربنا سبحانه وتعالى وأنزله لعمارة هذه الأرض. التعامل مع هذه التطبيقات دراستها وازاي ان العاملين في الحقل الاستائي يستفيدوا من هذه التقنيات في اخراج الفتاوى. احنا كلنا دراسه عن موقع اسلام ويب القطري وقلنا فيه ان هو بيستخدم تقنيات بتوصله ان يكون الاعلى مشاهده، وبالتالي هو بيظهر لكل الناس كاول نتيجه من نتائج البحث، فلانه استفاد من تقنيات الرقمنه الحديثه بانه ينشر محتوى. المحتوى ده احنا بنراه من خلال تحليلنا لهذا الموقع بانه محتوى متطرف. نعم. فانت حضرتك عندك تحدي بيقول ان احنا عندنا طرف تاني بيعادي ولديه صدام مع المجتمعات بيستغل هذه التقنيه، ونحن لابد ان نستغل هذه التقنيات لكي نحول بينه وبين ان ينال من ثوابت المجتمع. اشكرك كثيرا دكتور طارق ابو هشيمه مدير المؤشر العالمي للفتوى بدار الافتاء المصريه.